في الحقيقة حلقة النهاردة بعنوان الغدر. هنتكلم عن الغدر بكل أنواعه، غدر الصحاب، غدر الجيران، قلة الأصل. ها؟ واخدة بالك يا اللي بتتفرجي عليا وعاملة نفسك عبيطة؟ أيوة أنتي، أيوة أنتي، سيبي المج وأنتي بتتفرجي عليا. أختي هي شايفاني ولا إيه؟ سيبي المج وأنا بكلمك. ايوه كده، احنا هنهزر ولا ايه؟ اسمعي يا ماما، اللي جاي ده بالذات ها عشانك انت. ها هي هي، ايوه انت. ها الناس اللي ما بقاش بيهمها حد ولا بتراعي العشره ولا الجيره، وقام الجيره وغدرها وعذابها ومرها. ايه حلو والله، تنفع مطلع اغنيه. ما علينا مشاهدينا، هنستقبل اتصالاتكم على الأرقام اللي هتطلع على الشاشة دلوقتي. يا ريت كل واحد اتعرض للغدر يحكي لنا حكايته. ومعانا أول اتصال هاتفي النهاردة من مين؟ حزينة المقطم يا دنايا. يعني اسمه مؤثر جدا، ونقول ألو. أنا كنت عايز أخد رأي حضرتك في واحدة ليها صاحبتها حبيبتها أنتيمتها عيانة وراحت للدكتور، ومع ذلك هي لا سألت فيها ولا اطمنت عليها حتى، وكملت يومها عادي قوي. يعني في الحقيقة يا حزينة المقطم تبقى غلطانة طبعا، بس يا ريت نعرف منك تفاصيل أكتر. لا تبقى غلطانة قوي قوي طبعا، هي طبعا زي ما قلت لك نزلت كملت يومها عادي، مع انها كانت متفقه انهم ينزلوا مع بعض، ومع ذلك ما سالتش عليها. هو مش اللي تعب ده يعتذر ولا يسيب جاره كده يتفلق؟ ما تردي يا حزينه المقطم، ولا انت حزينه مدينه نصر؟ والله المفروض يعني الدور البائع اللي بصحته وبعافيته، ومع ذلك ما سألش على صاحبته العيانة. يعني ايه؟ والله انا برضو اللي اعرفه ان المحترم بيحترم الناس ومواعيدهم، وعلى الاقل يعتذر، ده اقل حاجة. حتى لو عيان يبعت مسج، يبعت حد يعتذر. عندك سيدة ومغاوري عادي جدا، انما ما يسيبش الناس ملطوعة كده بالساعات في مدخل العمارة. وسيدة تعدي ومغاوري مش عارفة خنقتيني. أنا وللأسف، للأسف يا حزينة المقطم، قصدي مدينة نصر، الاتصال اتقطع. ويا ريت ما تحاوليش تتصلي بينا تاني عشان مش عايزين قرف.